ما شاء الله تبارك الله، سحابة جنوب شرق منطقة جازان الآن واضحة معكم من خلال البروق، بالتحديد سحابة الحرة، سحابة مميزة جدا بإذن الله. بعد قليل نعيش تفاصيلها وننقل لكم أحداثها بالصوت والصورة. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، الموافق 15 ربيع أول 1444. ما شاء الله تبارك الله، تشاهدون قوة السحابة من خلال يا الله لمع البروق اللي ماثل أمامنا. ما شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة جدا في هذه الأثناء على الحرة جنوب شرق منطقة جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم على الدوام. طبعا اليوم من محافظة الحراث جنوب شرق منطقة جازان، هطولات مطرية ما شاء الله كانت غزيرة، الآن هدأت، لا تزال أمطار مستمرة ولكن بشكل خفيف، يعني الحمد لله استأنسنا واستمتعنا بأجواء المطر، فالحمد لله على ما جاد به وتفضل به علينا الحمد لله.